عداله تعطيه بعض شنو عامل بالضبط، شنو هي التهمه نتاعو، وتطلب من الناس انهم يبلغوا عليه وتحط حتى ارقام معينه للتبليغ على المطلوبين. اكثر من هكا حتى في دول الخليج يعطيو التصاور نتاع المتهمين والمطلوبين للعداله وتحينهم كل بعد 6-7 شهور مثلا. هذا مثلا بقى عام ما تشدش، يقول لك مثلا كيفاش ينجم يكون طوع هذا، كيف هذا مثلا عنده 6 شهور ما تشدش، هاو كيفاش ينجم يغير من ملامحه. وديما قاعدين يتعاملوا هكا مع الاعلام باش انهم يعاونوهم في البحث عن هذوما المطلوبين للعداله. خاصه عندنا تجربه نحن صارت الجمعه اللي فاتت، انه بمجرد انه تم نشر صور نتاع الارهابيين الفارين من سجن المرناقيه تقريبا تنشرت في وسائل الاعلام الكل، وتم القبض على المتهم معنا المكنى الصومالي في وقت قياسي بالتعاون مع المواطنين. وهو كذلك شكرا جزيلا أيمن، على أمل أن نشوف هذا التعامل باش ما نقعدوش شهرين فركسوا على ناس وجوههم وأسمائهم معلومة عند الوحدات الأمنية. في الأثناء بالعودة للتحقيق، معطيات جديدة ورواية جديدة ستظهر في علاقة بهذه الجريمة. أثناء التحقيق رواية أخرى باش نسمعوها ما عندها حتى علاقة بالحرقة ولا بفلوس الحرق. واحدة من صديقات إيمان تقول أنه صديقتها عندها مدة تخبي في فلوس باش تعمل محامي لصاحبها الموقوف من أجل قضية سرقة. كانت الفلوس في بالي تلم، هي لا مش متاع حرقة، هي تلم في فلوس باش تعمل محامي لصاحبها. طاح في الحمامات في سوسة قبل يمكن في نصف الشهر، صاحبها هذايا تشد على سقف موتورات في سوسة، تكلمها خوها صاحبها قال لها روح حمدي تشد هكا هكا لازم محامي وعاونينا شويه كل شيء. بكوا بيا تلم في فلوس على الاساس باش تمشي تعمل له محامي في سوسة. من وقتها ما من نهار هذاك نهار اللي صار الموضوع اصبحنا وياه جت قهوه هذيك خرج من بعدها يجي مدى الساعه. من وقتها نطلب فيها اربع ايام، هي ميتة انا نطلب فيها تليفون يصوني، لو المره علق عليه مرتين وبعد يسوني ما يهزش. حسب الموجود في الملف حاليا ما فماش حاجة تفيد أنه كانت النية في الأبحار. بقينا هذا الأمر لا ينفي أنه يمكن يكون موجود ويمكن يتضح على ضوء الأبحاث، لأنه الأبحاث ما زالت لم تستكمل بعد، ما زال فما برشا تساخير فنية ما جاتش، ما زال فما برشا سماعات مش يقوم بها السيد قاضي التحقيق المتعهد، بما فيها سماع أفراد عائلة الهالك مجددا وجميع الأشخاص المعنيين بالقضية. كي هي ماهيش باش تحرق بحسب الشهادات اللي لميناها، علاش هزت إيمان الفلوس هذيك دار صابر السوداني واللي هما زوز ملايين؟ أصلا هل إنه صابر السوداني هو حراق؟ شنو يعمل بالضبط؟ هذه هي الأسئلة اللي مازال ما لقينا لهاش الإجابة بتاعها. معطيات الملف غامضة بخصوص وفاة إيمان بنت 32 سنة. 5 أيام باش وصلوا تعرفوا على هويتها، 5 أيام مقتولة في الدار هذه مش بعيد على دار أختها. لا ما طالبة حتى شيء، ما عندي ما نطلب حتى شيء، ما عاد عمري ما عاش حاجتي في حم، ما طالبة شيء، حق بنيتي يظهر، حق بنتي يظهر، هذا اللي طلبت. شهرين على جريمة زنقة طقطق، ورغم تحديد هويات المتهمين في القضية إلا أنه لليوم صابر السوداني والأربع اللي معاه ما زالوا هاربين من العدالة. هذه إذن المعطيات الحصرية اللي قدمها لكم الحقائق الأربعة ليلة في ملف جريمة زنقة طقطق هذا في صفاقس. أربعة وقع توجيه التهمة لهم، منهم عناصر معروفين. الحقيقة مازالت نقطة الاستفهام كبيرة، لماذا إلى حد اليوم مثلا لم يتم نشر الصور نتاع العناصر المعروفة اللي ربما تشكل خطر على حياة الناس وهي قاعدة تتجول بيننا؟ موضوع ما زلنا متبعينه مع شكري لفريق الحقائق بين تونس وصفاقس، صفاقس اللي فيها فوزي الخماسي ساعدنا في هذا التقرير. واحنا مواصلين مع
تحقيق الحقائق الأخير بالنسبة لليلة. التحقيق للمرة هذه باش يمشي يهزنا للحديث على حقيقة ربما يراد إخفائها. كما العادة كي نحبوا نخبيوا جريمة نحاولوا نظهروها على أساس أنها حادث، وربما هذا اللي صار في هذه القضية. ٢٢ أبريل 2022، تونس، مورنيغ. العشرة متاع الليل، أول ما دخل للدار وحل الضوء يشوف بنته واقفة في آخر الكلوار قرب منها، وأول ما وصل بحذاها يلقاها مشنوقة بحبل ومفارقة الحياة. شنو اللي صار لهالبنية؟ سوسن الغراية، 17 سنة، تلميذة. سوسن تعيش مع أبوها بعد وفاة أمها من عام ونص ودخول خوها للحبس. فقدان أمها أثر فيها برشا، بما أنها كانت متعلقة بها وكانوا قراب لبعضهم. متعلقة بأمها برشا، أصحاب أمها، عقلها وروحهم. حتى كتجيني لسليمان تجاي مع أمها، ما تقعدش بكل لك، ما تخليهاش بكل، ديما وين هي وين أمها. بعد أمها مرضت، ما مرضتش برشا، ما مرضت 15 يوم، بس عربي هالزمان. علاقتها باهي مع أمها، قايمة بهم أمها، ملمدتهم أمها قدام تموت هي وخاها، وتخدم عليهم الحمام. نهار الجمعة 22 أبريل 2022، الحال حال رمضان، أذن المغرب. تعشت سوسن مع أبوها بعد خليها في الدار وخرج للحومة باش يعمل قهوة. مع العشرة متاع الليل روح، أول ما دخل للدار القاها ظلام، حل الضوء يشوف بنته واقفة في آخر الكلوار. يا بنيتي شبيك واقفة في الظلام؟ علاش هكا؟ وبما أنه ما يشوفش مليح من بعيد قدم باش يسألها علاش واقفة في الظلام. أول ما قرب منها يلقاها مشنوقة بحبل معلق في الثريا اللي فوقها، وبحذاها كرسي، مش بعيد عليها طاولة، فوقها سكينة وزوز شفرات طبية وورقة، ورقة من كراسة سوسن مكتوبة بستيل وكحل. هذا شنو جا فيها؟ سامحوني برشا، راني نحبكم، والله بابا انت احسن حاجة في حياتي، سامحوني، صبري، نحبك يا احسن خو. منجي من صدمته واقف في الكلوار قدام جثة بنته لدقائق، ما نجم يعمل شيء من هول المشهد اللي يشوف فيه. بعدها بوقت قصير استنجد بالجيران اللي أعلموا الوحدات الأمنية. على إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بمركز مورنيغ، وقع تبليغ معناها بصفة أولية على عملية شنق، على انتحار فتاة من مواليد 2005 بمنطقة الزاوية بجهة مورنيغ. فكانت العملية الأولانية والمعاينة كانت تدل معناها بصفة عادية على انتحار فتاة معناها مراهقة سنها معناها متجوز 18 سنة. شنو اللي يخلي سوسن بنت 17 سنة تقرر تنهي حياتها؟ هل نجم يكون فقدان أمها وصلها للانتحار؟ وفاة سوسن والطريقة اللي تلقات عليها جثتها كانت صدمة كبيرة لكل اللي يعرفوها، خاصة أنها كانت محبة للحياة رغم حزنها على وفاة والدتها. الناس الكل استغربوا من انتحارها. بعد وفاتها تقرير الطب الشرعي الأولي باش يكشف مفاجأة نجم تبدل رواية الانتحار. التقرير يأكد أن الضحية متعرضة للعنف متمثل في كدمات كبيرة على مستوى الوجه والرأس وأماكن مختلفة من بدنها،
تبين أن هذه جثة تحمل أثار كدمات أولا على مستوى معصمها الأيسر وعلى الحاجب العين اليمين، وتحثوا كدمات تحمل كذلك على مستوى معناها الوجه وعلى الرقبة، وهذا ما أثار حفيظ السيد قاضي التحقيق. وطبعا أذنت النيابة العمومية مع السيد قاضي التحقيق بفتح موضوع في موت المسترى. هذاك علاش تم استدعاء العائلة والجيران لسماع سماعات باش تكشف تفاصيل جديدة الحقيقة اللي صار للضحية ليلة الحادثة. قال واحد ما مخلوقة يا رسول الله، ما نعرفش علاش، مش عارف التو مش نعرف شنيه الحكاية. السماعات شملت البو منجي وولده الكبير علي، هو خو سوسن من الأب. الزوز أكدوا خلال أبحاث معاهم أنه ليلة الواقعة بعد شقان الفطر روح علي للدار وصار خلاف بينه وبين سوسن بسبب تغيبها على القراية، هذك علاش ضربها وفكلها تليفونها. البو من جهته أكد أنه ما تدخلش في فضل خلاف ليلتها وخلى ولده يعنف سوسن باش يربيها حسب كلامه. اقعد قدام الدار يعمل في سيجارو في الوقت اللي كانت سوسن تستنجد بيه. بعدها طلبت سوسن السماح من خوها وخرج علي مشى للقهوة. منجي البو يقول انه خلى بنته تخمل في الدار بعد العركة اللي صارت وخرج للحي، وكيف رجع يلقاها منتحرة. فهل تنجم تكون الضحية قررت الانتحار بسبب تعنيف خوها ليها؟ عادت تتمرمي ابنتي اختي يخلوهاش تجيني، مشيت لها غادي للدار هاججني قال لي ما عادش تجاها وما عادش تكلمها. اي بو انا ربي يشهد الجيران تشهد قدام الجيري قال لي ما عادش تجاها وما عادش تكلمها وما عادش تدخل لي دار، خليتها وخرجت. من بعد قعدت تبكي هي، قلتت علي قالت لي يا خالتي خالتي قلت لها عندك فيها انا حتى هي قال لي ما عادش تجين ولا نجيك للشارع، الاقيك في الشارع الاقيك عند الجارة. ما ننساكش ما ننساش بنت اختي للموت، هذيك منها بنت منها اخت منها بنت اخت. عده شهادات من الجيران تاكد المأساة اللي كانت تعيشها سوسن والتعنيف الكبير اللي كانت تتعرض له من بوها منجي وولده علي. وحتى إذا الجيران ما سمعوش صياحة في الدار وهي تستنجد فإنهم يراو آثار الضرب على وجهها كيف تخرج للحي. بل ما تموت بزمع جد حق لها صحتي بيجا الحمى كله أزرق لابتا كوني يديفة مش نتاسة تخرج كوني جد شفتها عايزة صحتي مهرية وعايزة الشريفة بيجا يموشوا في الدكتة حما كل أغرب شكون ضرب قلت بابا خدمني روحت برددت وما طيبش قلبك يبان دمي درقية كاوتشو عميزة كاوتشو تحكي الطفلة كاوتشو ودنسك يدنسك عدد على الشيط المخروجة زعزة عارفي لي حشمت مش تدخل كيكا مع البنات يخزرونها تحديتها حشمت بس تقولي لها تعمل يعني تغطي في الدرقية اللي في الحمد. بل أنه في بعض الأحيان يتم تعنيفها في الشارع قدام الناس الكل. أما جارة أكدت وجزمت معناها على وجه اليقين أن والدها قبل بنهارين كان معناها يعنف فيها عنف غير مباح معناها غير عادي، قالت معناها عنف معناها وصراخ لدرجة قالت إحنا جيران كي دخلنا وحال رمضان وقبل شقان الفطر يعني نهرنا وتردنا من الدار ورفض أي مساعدة وأي تدخل في شأنه. رغم التعنيف الكبير اللي كانت تتعرض له سوسن الضحية ما كانتش تحكي للجيران أو تشكيلهم حتى إذا سألوها، بالعكس كانت تخبي الممارسات اللي كان يقوم بهم بوها وخوها في حقها، وهذايا السبب متاعه واضح اللي فهمناه من العائلة أنها كانت تخاف برشا من بوها وخوها فكانت تخبي حتى التعنيف اللي كانت تتعرض له منهم. خلال تحقيقنا فهمنا زيدا انه حتى الام ام سوسن اللي توفيت من عام ونص كانت هي بيدها تتعرض لنفس الممارسات من زوجها خاصة من والد سوسن. 30 سبتمبر 2022 باش يتم سماع الطبيب الشرعي من قبل قاضي التحقيق لشرح تقرير الطب الشرعي اللي طلعت نتيجته، وهوني باش تكون المفاجأة.
حبيبي البجاوي، شنو المفاجأة والمفاجآت اللي باش نلقاوها في التقارير الطبية في هذه القضية؟ بعد وفاة الضحية سوسن حمزة برشا تقارير طبية خرجت، منها تقرير الطب الشرعي الأولي، التقرير المفصل، وتقرير السموميات اللي أكد أنه الضحية ما كانتش تتعاطى مواد مخدرة، ما كانتش تتعاطى لأدوية اكتئاب أو غيرها، وما تمش تسميمها. لكن حمزة، عادة التقارير هذه تكون معقدة، تتخللها عبارات تقنية وعلمية ما يفهموها كان أهل الاختصاص. هذيك علاش خاصة في الموت المستراح يتم استدعاء الطبيب الشرعي اللي قام بالتقارير هذه ويتم سماعه من قبل قاضي التحقيق. في قضية الحال، الطبيب أكد معطيات مهمة جدا غيرت برشا برشا تفاصيل حمزة، منها يأكد أنه الضحية كانت متعرضة لكدمات على مستوى الرأس والوجه ناتجة عن عنف شديد تعرضت له قبل عملية الشنق، مما تسبب لها في الدخول في حالة غيبوبة وفقدان وعي سابق لعملية الشنق، وذلك لا علاقة له بوفاة الهلكة بواسطة الانتحار. يعني حمزة صعيب إنسان دخل في حالة غيبوبة يقوم بعدها بوقت قصير باش ينفذ عملية انتحار. كذلك في معطى مهم جدا يقول إنه الموت ناتج عن الشنق غير مكتمل، أي الأرجل كانت ملتصقة بصفة مباشرة بالأرض، ضرورة أن الشنق المكتمل يفترض ألا تلامس الأرجل القاع، وبالتالي تبقى الجثة متأرجحة. مما أنه وفاة سوسن ما كانتش عملية انتحار، وإنما وفاة أو قتل كانت بفعل فعل، بفعل فعل ومتخبية شوية في عملية انتحار. دايور كما هذه التقارير، كما المعطيات اللي موجودة في مسرح الجريمة، واللي هي على ما يظهر زادة وقع التلاعب بها. بالإضافة لشهادة الطبيب الشرعي، فأنه بمعاينة مسرح الجريمة اتفطنت الوحدات الأمنية أنه تم العبث به وتغيير حاجات فيه، بما أنه أدلة الانتحار كما السكينة والشفرات الطبية والرسالة الكلهم يقول البو أنه لمهم قبل وصول الوحدات الأمنية وحطهم في شكارة وسلمهم للأمن أول ما وصلوا. هذا بالإضافة لشهادة واحدة من الجيران اللي تأكد أنها سمعت صياح سوسن مع 6:30 متاع العشية وهي تتعرض للتعنيف، وبعدها الحس بات حتى للعشرة متاع الليل، الوقت اللي استنجد فيه البو بالجيران وعلمهم بانتحار بنته. تبين فيما بعد أنها لا يمكن أن تكون عملية انتحار، طبعاً لأنه عندما سمع جيرانها فما إنسانة شاهدة موجودة على عين المكان قالت رأيني يوم الضحية، يوم يعني يوم صارت الواقع متاع الانتحار، كانت سمعت صراخ كبير برشا. احنا قلنا معناها الواقع صارت في رمضان يوم 23 أفريل، وكان معناها صراخ قوي برشا، وكان الطفلة معني الهالكة رحمه الله تتعرض إلى الاعتداء بالعنف من قبل شقيقها ومن قبل الأب، فقالت راني ما حبيش ندخل اعتبار أن الطفلة هذه معني البنية ظروفها صعبة، وأنا معني كنا نمدوا لها في اليدين المساعدة معني من طرف العديد من الأجوار، إلا أنه الأب كان صعب المراس وكان يرفض دائما أي شأن تدخلي خارجي في الشأن معني اللي تبع البنية بتاعه. نتائج الاختبارات الطبية قلبت الموازين وبدلت المعطيات في قضية تحولت من عملية انتحار لجريمة قتل متعمد. المتهم فيها علي، الخو الموقوف على ذمة القضية. قدام بثلاث أربع أيام جات على الدار في رمضان، وأختي غادي هذه معانا، جات جبت لها كسوة فهمني كذا، جبت لها لبس، قلت لها أقعدي بحذانا هي مشوار، جيت هذه مرتخاة دق في الباب باش بيك تفضلي، قلت له باش نهز، قال له خلي تشوف فتره تبعت لي، قلت له لا راهي مالا في رقبتي مانيش خلاك. مشيت معاه بعد 4-5 أيام، قال له لا باش نوقف. هو الانسان الذي موقوف ومواجهت له الى حد تاريخ الساعه هذه تهمه القتل العام، اعتبار ان المؤشرات كلها قويه كانت تجاهه، واعتبار أنه معناه ما صرح به الشقيق هذا كان متنافيا تماما مع شاهد الشهود، باعتبار أن الشهود الموجودين معناه تول كلهم يجزموا قطعا أن هذا الشقيق معناه كان مديني عنفه. كيف نحطه معناه من الناحية القانونية، أنه اعتداء بالعنف شديد،
كان سابق إلى هذه الحادثة، وأنه الشقيق علاقته سيئة جدا مع الهالك رحمه الله، وأن الأب تقريب معناه في حالة انحياز لابنه. في انتظار نتائج الاختبارات الفنية، منها مثلا الرسالة اللي تلقات ومقارنتها بخط الضحية وخط المتهم، كما ينجم يكون الخط زادة يرجع لطرف آخر مشارك في الجريمة. الكراسة اللي كانت موجودة في المحضة والأوراق التابعة لي هي كلها قاعدة تخضع إلى معناها اختبارات ومقارنات كتابات ما بين ما كتب بواسطة القلم الجاف الأسود، هذه الرسالة اللي قلنا الرخص، لأن الرسالة هذه هي اللغز تاع القضية كلها، اللي هي كشفت حقيقة أنه الواقع لا يدل على الأفعال التي أتتها هذه الهالكة رحمه الله في حق نفسها وفي حق أفراد عائلتها. نتائج باش تكشف عن حقيقة اللي صار ليلة الواقعة والأطراف المتورطة فيه، والرسالة اللي تلقات بحظة الضحية باش تفسر لغز وفاة سوسن بنت 17 سنة. إذا تأكدت المعطيات اللي قدمناها لكم هذه في ملف سوسن، فأنها تكون كانت ضحية واحد من أقرب الناس لها، هو اللي قام بعملية قتلها في وسط دارهم. أما ذنبها مش باش يكون علي هو فقط، وإنما ذنبها على كل واحد سمعها تبكي وإلا شافها تضرب ولم يتصل بهذا الرقم اللي تشوفوا فيه، رقم التبليغ على حالات العنف ضد المرأة. العملية سهلة ماهيش صعيبة، يكفي أنه الواحد اللي يشوف هذه الوضعيات يتصل بالرقم ليرفع ربما حالة قتل على الضحية اللي قاعد يشوف فيها قدامه، كما سوسن بنت 17 سنة. قبل مغادرتكم نشير إلى ضياع السيد هاف اللي عائلته تبلغ على اختفائه من مدة. نحكي على محمد الزوادي، محمد عامل يومي عمره 48 سنة، مختفي من 14 سبتمبر 2023 في بنزرت وتحديدا في غزالة. على كل شخص شافه أو يظهر له أنه شافه يتواصل معنا على رقم الواتساب مشكور حتى نفيد العائلة ونفيد السلطات الأمنية بهذه الأخبار. وإحنا هكا كن وصلنا لنهاية الحقائق بالنسبة لليلة. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، ليلتكم زينة، إلى اللقاء.